السلام عليكم ورحمة الله إخوان. كان ظن هاد التظاهر اللي دارت في الفيسبوك عطات الثمار ديالها. أنا حنا واحد من المهنيين التجار، ها هو الحليب ديال السنترال، يعني الحملة عطات النتيجة ديالها. ولا الحليب اليوم ما بغاه حتى شي واحد، ها هو السنترال، هو ما يزيد هنا عن صندوق ديال الحليب، انا ما بغى حتى شي واحد. اذا واصلوا باش نكافحوا هاد الشركات المتغطرسة والشركات اللي كتستحمر الشعب المغربي. يحييكم. الحليب يشريه حيت زادوا فيه، وحنا غادي نكونوا مع الشعب المغربي حتى حنا غادي نمشيو نطو مول الحانوت. والعقوبة لسيدي عيدي والإفريقية غاز، الشعب خاصو يكون يد وحدة باش إن شاء الله البلاد هادي تزيد لقدام. غنمشي دابا حتى للحانوت نطو ليه. شتي ما عندي ما نسى. ما مشيت حتى للحانوت قول لي. ايوا شتي كلشي ولا الشعب دار بحالنا. ليجي من هنا ما نجيبوش هذاك السونطرال. هذا السونطرال هذا فيه عشان انا زغبا. يلا ولاد الشعب كل جاب حانوت ما بعيد، شهيدوا منكم العجز.